رجعنا لفقرتنا التانية، والحقيقة يا فقرتنا عبارة عن سؤال: يا ترى، يا هل ترى، مين الراجل اللي ما يتسابش؟ هل في راجل فعلا فيه من المواصفات والكمال لدرجة انه ممكن تعملي اي حاجة وتضحي باي حاجة عشان الراجل ده ما يتسابش، ولو مشي من حياتك مش هتعرفي تعوضيه براجل تاني لانه احسن حاجة موجودة في الدنيا قدامك وفي نظرك وقدام عينيكي، ولا اي راجل ممكن يتساب؟ وايه مواصفات الراجل اللي ما يتسابش يا استاذة انتصار؟ الراجل اللي ما يتسابش الراجل الكريم، الكريم في قرشه، الكريم في طبعه، الكريم في اخلاقه، الكريم بيبقى كريم في كل حاجة، ويكون كده شاب وحليوة كده وجميل وأمور ولطيف وفي ملامح الوسامة، وكريم عليا كده وكريم في تصرفاته ومنغنغني كده ومش حارمني من حاجة. طب والنبي بذمتكم ده يتساب؟ ده يتساب؟ لا، ده أنا أمسك فيه بإيدي وسناني. صح. قابلت راجل ما يتسابش قبل كده، بس كان أصغر مني بكتير، فحسيت إن العلاقة مش تنفع في المستقبل، يعني مش يمكن لاقيين على بعض دلوقتي، بس على مر الزمن العلاقة ممكن تفشل. بس كان فعلا الراجل ما يتسابش. برضو الراجل ما يتسابش الراجل الحنين، حد لاقي الحنية، عشان لما تلاقي الحنية تلاقي حد كده ما تكوني زعلانة ومتضايقة ويوم صعب وطلعان روحك، ومهما هو بيعمل ايه، مشغول، عنده شغل، بيسيب كل حاجة، ولما يلاقيكي متضايقة وتعبانة يجي كده يديلك بير هوج كده للقلب، وتحسي ان خلاص everything is okay، مفيش اي مشاكل. الحنية دي يعني بالدنيا كلها، فده برضو ما يتسابش. جسمي اشعر، شفتي؟ عارفة الهوج ده اللي هو تحسي بس بقى جسمي نمل اشعر ونمل كل نفس الوقت، ده كله من الهج. كل ده من الهج. شفتي البير هج؟ البير هج جامد. طيب على بال ما انتصار ايه ترجع تنتعش تاني، خلينا نشوف الناس بتقول ايه. الراجل اللي ما يتسابش، الراجل الصريح اللي ما يكذبش عليكي، على خلق ودين، هو ده الراجل اللي ما يتسابش. كلهم يتسابوا. الراجل اللي ما يتسابش الراجل الحنين. الراجل اللي ما يتسابش اكيد بابي. كلهم يتسابوا، مفيش حد يستاهل اللي انت تمسكي فيه اصلا. الراجل الكريم، انا ما بحبش الراجل البخيل، ليه يخاف عليا ويحترمني. اتوقع ان الراجل اللي ما يتسابش هو الراجل اللي بيخاف ربنا، يعني المحترم اللي بيحترمني وبيحترم اهلي. هو لو بيحبها ما ينفعش تسيبه. الراجل اللي ما يتسابش هو الراجل اللي مهتم بصحته ومهتم بنظافته وبوسامته ومهتم بيمارس رياضة معينة، فبيطلع دايما الطاقة السلبية كده اللي في جسمه ودايما يحتفظ بالطاقة الإيجابية، لأنه بيروح دايما يلعب رياضة ما، فالرياضة برضو بتغير من الأخلاق، بتغير من الإنسان، تنقله في حتة تانية مهما كانت بيئته شكلها إيه. عنده قوة في النفس. أيوة. عنده إرادة. واللي عنده قوة في النفس دايما بيبقى عنده عطاء للآخرين، بيقدر يساعد الناس، ما بيبقاش أناني وخايف يتعب وخايف، لا بيبقى يلا اشتغل، يلا شيل معاك، يلا يلا نروح. بس في ناس عندها اراده وتحمل برضو بس برضو انانيين وبخيله. طب يبقى احنا الشخصية بنعدل الرياضية. اللي احنا عايزينك تبقى كده، بس برضو مش اناني. والله بقى لو بقى وسيم، والله لو بقى اوبن مايند، الراجل المثالي، الراجل الكامل. الله كمان لو متفاهم بقى، الاوبن مايند ده متفاهم طبيعه شغلك وطبيعه نجاحك وطبيعه حياتك لما تكوني امراه عامله. قابلت رجاله كتير ما يتسابوش طبعا في كل المجالات بقى، واللي عرفتهم وقت قليل، اللي عرفتهم وقت كتير، اللي اشتغلت معاهم، اللي سافرت معاهم، اللي اتربيت معاهم في النادي، اتربيت معاهم في الشارع، في المدرسه، في الدروس. لا، في ناس ما تتسابش وكتير على فكره. الراجل اللي ما يتسابش الراجل الحنين الكريم اللذيذ اللي بتنبسطي معاه، الذكي الناجح اللي بياخد باله من نفسه، اللي بيحب يلعب رياضه، اللي بيحبك، اللي بياخد باله منك. رجل خيالي للاسف.
الله يقول لك ما تيجي تعملي ماجستير، طب ما تيجي تكملي دكتوراه، طب ما تعملي الدوره دي، بقول لك ايه ما تقدمي مش عارفه ايه في كذا بياخدوه مش عارفه فين، تنميه بشريه فين، سافري وانا حاجه سافر معاكي ونتفسح بالمره، فتلاقي نفسك مبلغ وسفريه كده عشان عايزك تدرسي حاجه تفيدك في تخصصك، فترجعي تنمي من نفسك. دي ما يعملهاش غير راجل عنده عقل متفتح وعنده ثقه في نفسه. الله الله على الراجل اللي عايز الاخر اللي معاه ينجح، ده يتساب يرضيكوا عامه. يعني هو الراجل اللي انت بتحكيه عنه ده انتصار، هو راجل خيالي موجود بس في احلامنا وفي خيالنا وفي تمنياتنا، ما طلبتش كتير، كريم ووسيم وواثق من نفسه وعنده اراده وحنين وسبورتنج واوبن مايند. طب بصوا بقول لكم ايه، مش لازم كل الحاجات دي يعني 100%، يعني ممكن ايه 20% من ده، 80% من ده، 70% من ده، يعني عايزين تبقى كومبليتلي يعني كله على بعضه يبقى اوكي، حته 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 من كل حته، ما يفهموناش غلط، بس زود الحته بتاعه الحنيه، وزود الحته بتاعه الوسامه، وزود الحته بتاعه الاوبن مايندد، وزود الحته بتاعه الكرم، وزود الحته بتاعه انك تبقى سبورت للي معاك، وزود الحته بتاعه هتلاقيه فين ده بقى؟ طب ممكن نقلل حته، اضحي بحته، اضحي بحته، ماشي اضحي باي حته، تختاري انه حته، ايوه اضحي بانه حته، اه اضحي بانه حته، لازم تضحي بحته. اصعب سؤال، هتضحي بأني حته؟ هتضحي اوكي ممكن اضحي اوكي، كل واحده فينا هتضحي بايه؟ انا اضحي بالشكل، وانا اضحي بالشكل برضو، وانا هضحي بالوسامه برضو مش بالشكل. لا بس الام تعيش وتجنيني، انا حافظ على الام برضو. مهمه قوي ان لازم الراجل ده اللي ما تستغنيش عنه اللي هو مش قادر يعيش حياته من غيرك، دي حاجه مهمه قوي. لا أوي. على فكره عايز اقول لك يقدرك حاجة. يقدر ماشي. الست اللي هو بس معاه، بس اللي مش قادر يعيش حياته من غيرك ده ساعات بيوصل لمرحله من الضعف والارتباط انه بيحسسك انه لود عليكي في حياتك، مش لا لا صح، ما تفهميش غلط، انا مش قصدي اللي هو الكلينجي اللي هو ماسك فيكي بايديه ورجليه وتو ماتش، لا انا قصدي ان هو الراجل اللي مقدر الست اللي معاه حبيبه، ان هو ما يبقاش في كل عشان في رجاله بتقابليهم يعني ناجحين جدا يزي. عندهم كل نعم. الحاجات دي، بس في الاخر انت بالنسبه له ولا حاجه. طب صح. وبعدين بس يجي اللي ماسك فيكي بايديه وسنانه، على فكره موجود كتير. كتير انت فاهمه غلط. ماشي. على المهم انا لقيت الراجل اللي ما يتسابش خلاص، ما علينا. ايه ده ايه ده ايه ده، طب مين ده بقى؟ اتفضلي السر. ده انا عماله قلنا الستات مفيش سر بتقدر خالص. ده انا طول الوقت اقول سيبيه يمسكها يا فوزيه، سيبيه يمسكها يا فوزيه. طيب لا اصل هو مرتبط قوي بيا يا ستي، حد يلاقي حد مرتبط بيه قوي؟ انا قلت كده خديه وهنقول له ما ترتبطش قوي. انا قلت كده. بصي بقى بصي بقى، ده طار طار خلاص من زمان، راح وبقى دلوقتي بندلل عليها عشان كده بقى. والنبي يا اخويا مش عايز هدي، والنبي يا اخويا هدي كويسه وطيبه وعليها اتنين هديه، عليها اتنين هديه، مش عايز هديه. ليه انا معيوبه هتديله اتنين فيها عليها الشقه هديه كمان، الشقه كمان وصلوا له اوضه نوم وتنجيم، بل الاتنين هديه افضل. هدي 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 يلا حطيني في المزاد بالمره بعد الساعه، خدها وعليها في يومك سودا. انزل هدي هدي، مش عايز هدي بيضه كمان، انزل خلي بالك سوق الجمعه لو الساعه 9 الا الا دويا الا دو على 3 عشان بقى كده عشان كلامي ده. الساعه 9 لو جت بالليل يا هدي هتطلعي من الفاترينا مش هترجعي تاني، اكل البيت لا ما بنعرضوش. هتحطيني فين طيب؟ هو الجاتو بتاع بالليل بنشيله بنعدمه. هتعدميني؟ عشان الزبون عايز دايما حاجه طازجه كل يوم الصبح. طازجه انا طازجه. لا انت بايته في الفاترينا بقالك 3 ايام. لا لا انا عندي اكسباير ديت لسه بعيد. طيب انت حمضتي في الفاترينا ايه؟ لا انا مش حمضانه. عايزه اقول لكم في نهايه الفقره، لو ما كانش ما يتسابش، لو كان ما يتسابش ما كنتيش سبتيه، ولو كان ما يتسابش زمانك لسه معاه. فما فيش راجل في الدنيا ما يتسابش، راجل هتفضلي طول الوقت معاه ومش هتسيبيه لانك لسه بتحبيه. اول ما تبطلي تحبيه فاي راجل في الدنيا هيتساب، هيبقى احسن منه بره. وما فيش حد احسن واحد في الدنيا، الكويس في اللي احسن منه. نطلع فاصل. الكويس كويس في عينيكي بالظبط كده. نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنوني.